يعني بغيت انا غنبدا من الاول، والهدف الاخر غادي نقول لك الهدف ديالي من علاش انا جيت باش وعاودت لي. اها، وكتبان لي ان شاء الله انت هو الحل الوحيد اللي باقي قدامي، والله يجازيك بخير. المهم انا واحد الانسانه بسيطه كما قلت لك، الاسم المستعار ديالي هبه، في عمري 22 سنه. كنت ساكنه في، يعني تربيت في واحد الاسره، تزوجت في واحد الاسره اللي هي صغيره بزاف، صغيره ويعني على قد الحال. في واحد المنطقه اللي هي نائيه جدا، ويعني في هذيك البلاصه يعني تقريبا راه نائيه، يعني كتعرف المعنى ديال انها نائيه، لا مستشفيات لا والو، يعني غير عالي الجبل بهذه العباره. ويعني كيما عرفتي اي عائله تيكون فيها اب وام وتيكونوا فيها الوليدات، وهكا كان عندي اب وام. الاب ديالي توفى كنت في عمري 5 سنين، يلا غنطلع في 6 سنين. الاب ديالي كان خلى الام ديالي حامله بهذاك الاخ ديالي اللي على قبله جيت لهذا البرنامج. زاد مورا الوفاه ديال بابا ديك الساعه بشي شهرين. مني تزاد خويا فهاديك في الفتره ديال العده ديال الام ديالي اللي كان من المفروض انها تقضيها معنا وتجلس معنا، حيت الاب ديالي توفى صغير، وهي ما فهمتي ما تسوقاتش، ما احترمتش حتى ديك الايام ديال العده، مشات لدارهم وخلت الاخ ديالي. ولكن ما غاديش نحرق المراحل. المرحله الاولى ملي توفى الاب وزاد هذاك الوليد، ما داروش زعما دوك العادات كصدقه ولا شي حاجه الاب ديالي، حيت كانوا عندي جوج خوتي من الاب. اشنو داروا؟ جراو على الام ديالي من ديك الدار اللي كنا فيها وحرقوا ليها حوايجها قدام عينيها، فهمتي واحد الاعتداء، وخرجونا من هذه الدار مع العلم ان السلطات جات بالسته مع الام ديالي. تنكرت هذيك الفعل، قالت له لا راه ما دار والو، ولكن الاخ ديالي فعلا حرق لها الحوايج وجرى عليها من الدار وخرجنا. غير فهمتي غير في هذاك واحد البيسه ديال الاخ ديالي، كانت هي بوحدها اللي خرجنا من هذيك الدار. مشينا لواحد الدار مريبه ديال الجد ديالي الله يرحمه، جلسنا فيها، جلست معانا شي ايام، ما غاديش يعني تكون غير شي اسبوع. مشات تخلات علينا، مشات شي تيقول عند عائلتها وكل شنو، فهمتي بقينا كنبكيو يعني الناس الجيران مع العلم دوك الناس الله يعمرها دار ناس الجود والكرم، يعني تصادفون عندهم وبقاو رادين لينا البال. تقريبا ملي كانت في عمري ديك 7 سنين 8 سنين صافي ردونا لهذيك البلاصه. المراه اللي كانت كتعاوننا ولات لقات مشاكل مع راجلها، ولكن الجيران كانوا داروا علينا نوبه بحال ما كل مره شي واحد كيدير معانا شي جيست زوين، واضطرينا اننا حنا نرجعوا لهذيك الدار اللي كلها مريبه انا والاخ ديالي. وتعرضنا صور معايا راه عندها غير خاميه، يعني غير بيت وكله مريب ومبنيين تراب، تيقولوا التابو زعما هذيك الديور اللي تتبناو هكا. وبقينا فهمتي ودايرين بك غير الغابات، وفهمتي كي كيقولوا الويدان وهكا. جلسنا في هذيك البلاصه والناس كدير معنا مزيان عندنا الفراش، وجلست مع الاخ ديالي. بقينا في هذيك البلاصه، كنمشي للابتدائي، يعني تحملت واحد المسؤوليه اللي انني ما قداش عليها، يعني في سن صغير جدا، لدرجه كنت كنطلب الاساتذه في ديك المدرسه اللي قريت فيها قسم واحد كيتجمعوا فيها كاع المستويات، وكنت كنديه معايا للمدرسه، وكانوا الاساتذه كيتقبلوها، اساتذه زعما مع احترامي لهم كانوا زعما في المستوى، وكنت كنمشي عندهم تنقول لهم ما عندي حتى شي واحد غادي يقابل لي اخويا. بقاو الناس كيتعاملوا معانا معامله حسنه، والام عمرها ما سولات اخويا كيزيد يكبر، فهمتي كيبقى يسولو هكا. يعني بقينا ملي خديت الشهاده الابتدائيه ديالي، واحد الاستاذه بداتني معاها، خدمت عندها في الدار ديالها، جلست معاها في الرباط لمده 3 سنوات اللي كنت كنقرا في الكوليج، وكانوا الناس كيتكلفوا بالمصاريف ديال الترونسبور. الاساتذه ديالي كيتكلفوا لي بالمصاريف ديال الترونسبور، حيت كانوا عارفين الظروف وكانوا عارفيني انا كنقرا مزيان. ما عمرني ما قدرت نفرط في هذاك الاخ. الام ما عمرها ما جات سولت، ما عمرها ما جات درت ولو ادنى غير محاولات شي سول نهائيا. الناس كيعيدوا، كنعيدوا معاهم في دارهم بحال ما هكا، كنمشي وكنجي، ولكن ما عايشينش الحياه، فهمتي هذا يضربك هذا يتعدى عليك هذا يحقر عليك هذا كل واحد شنو. كنت كنمشي نخدم، يعني كنت خادمه بيوت في سن صغير جدا، كنخدم في هذيك في اي عطله، سواء كانت عطله صغيره سواء كانت عطله يعني كبيره بحال ما هكا، كنمشي ديال الصيف مثلا كنمشي نخدم في الدور. مني تعلمت يعني وليت كنعرف نطيب، كنعرف ندير كل شيء، وليت كنمشي ديما للرباط لمده 3 سنوات، وكنت كنمشي للترونسبور وخويا كان معايا. من بعد
5 اني ديالي يعني المرحله الثانويه كنت كان عندي نظام داخلي صور معايا، كنت كنمشي مسافات بعيده وكندير اوتوستوب باش نمشي في الويكند باش انا نصبر لخويا حويجاتو. كان في هذيك الخربه وما عمرها ما جات سولت عليه. خديت هو خد الشهاده ديال الابتدائي حيت شحال من مره مني انا خديت البكالوريا ديالي، يعني اضطريت انني نتحول لمدينه نمشي من هذيك البلاصه للمدينه. مشيت ديتو لعند واحد الناس كازا كنعرفهم وبقى معاهم في هذيك المدينه، ولكن ما قدرش يولف وانا كانت عندي الكليه والعام الاول يعني باقي ما عرفتش السيستم. قلت له صافي صبر راه ما كاينش كيفاش غندير لك. مع ذلك يبقى يبكي عليا ليل ونهار، يعني هذوك الناس فهمتي معامله قال لك ما تاكلش مزيان شحال من حاجه وما قدرش يولف. جبتو انا مشينا لواحد المدينه صغيره كرينا فيها وما بقاش كنمشي للكليه، ولكن كنت كنقرا غير من الدار مع العلم يعني كانت عندي يعني التخصص ديالي من يعني عندي امكانيه انني يعني ما عنديش التيبيات باش نمشي، يعني الحضور ماشي اجباري. بقيت كنقرا كنمشي ندوز امتحانات كنجي، بقات علاقتنا زينه يعني واحد العلاقه عشانه وخويا اللي واخا هو صاحبي انا ما سخيتش به، واحد العلاقه اللي هي جد طيبه وعزيز عليا وربيت عليه الكبده. حيت انا كنت كنسمع الناس كيقولوا الام اللي كتربي ماشي هي اللي كتولد، وفعلا انا اكتشفت هذا الشيء من بعد يعني ربيته يعني راهي صغير انا تقريبا من صغره انا اللي كنت معاها، انا هي الام انا هي الاب انا هي كل شيء. غادي يعني عشنا انا وياه ذكريات يعني جميلة جدا ودرنا محاولات ومشينا عند الأم، مشيت عندها مرارا وتكرارا، ولكن ملي كنمشي عندها هي كتبغي غير الفلوس فهمتي، كنديها للسبيطار كتقدا ليها الدواء كلشي وكتقول لك نتوما هي النقطة السوداء في حياتي ما بغيتش نشوفكم. قلت أنا ماشي مشكل صافي خليتها على خاطرها، كتمشي عندها عائلتها فلوس، خلى الأب ديالي فلوس كاع ديك الساعة كانت عطاتهم الأم ديالها الجدة ديالي، عطاتها شي تقريبا تكون شي 7 مليون عطاتها ليها ومشات صرفاتها عليهم. حنا ما عمرها ما سولات، انا تنقول ما هو مادي ماشي مشكل، كنت مشيت عندها شحال من مره على قبل الاخ ديالي تنقول لها شوفي راه الولد ماشي هي البنت، يعني خصو هو اللي غادي يحضنو خصو الحنان، راه ديما تيسولني انا ما عنديش الجواب اللي غادي نجاوبو، ما يمكنش نقول لها شي حاجه باش يحقد. قالت لك انا ما بغيتكمش عرفتي شنو، راه دوزت البكالوريا ديالي بشي ظروف اللي هي جد سيئه وما نتمناهم حتى شي واحد وما فرطتش في هذاك الولد. المهم المشكله هي انه ما تيبغيش يتصنت ليا لهضرتي، وحيت انا اللي مكلفه ماديا وعندي مشاكل كتعرف الانسان ملي تيكون كيتكلف مثلا بالاسره وعنده القرايه وعنده مسؤوليه وعنده بزاف ديال الحوايج كيكون صافي تيكون دماغو صافي حتى ديك الهضره يهضر صافي تيولي يفكر غير المسؤوليه، لان الكرا في المدينه الكرا والماء والضوء والمصاريف. وهو تصور معايا اقسم بالله العلي العظيم سنه 2019 اللي كنت بغيت نشد ليه انتقال من هذيك المنطقه لمدينه الدار البيضاء، وحق الله العظيم الا تكرفست وتعاملوا معايا المدير ديال المؤسسه وقال لي كل شيء تيعرفك مع العلم رغم الظروف وكل شيء، يعني شرفت عائلتي واخا هما ما عارفينش بحق هذا الشيء وديك المنطقه، يعني ديما كنجي انا النقطه الاولى وتعاملوا معايا وعطوني انتقال واخا هذا الشيء راه ماشي قانوني، ولكن ملي عرفوا ان الام ما كايناش مسؤوليه وهذا وقفوا معايا وديت ليه انتقال. ومني وصلت عاوتاني كازا ما بغاش انتقلنا لمدينه واحده اخرى، قلت ماشي مشكل حيت كازا راه غالي فيها الكرا، ومع العلم ديك الساعه كنت ساكنه فيها وكنت خدامه في كازا تقريبا شي عامين وسكنت فيها، ولكن الكرا جاني غالي درت ليه انتقال قلت لها. ولكن المشكل اللي كان عندي ورغم الظروف الماديه وكل شيء المشاكل ديالي كنواجههم وكنمشي نخدم وكنقرا، ولكن الاخ ديالي صعيبه تربيته، يعني دري ماشي هي البنت فهمتي، انا كتحمل مسؤوليه من صغري، هو ما تيبغيش يتصنت للهضره، يعني هو راه محتار يعني تيحتار من راسو ما تيديرش زعما، كاين انا ما تيبغيش يتصنت كنضربو بزاف الدرجات كنضربو حتى شاف عمرو دابا اللي هو خايب شاف عمرو خايب دابا في عمرو 17 عام اها تنضربو، يعني انا ما تنقدرش انا نصبر، انا تيعصبني بعض المرات ما تيمشيش يدخل لي المدرسه شحال من مره تصور معايا كنفيق انا مع 6 الصباح ولا 5 الصباح باش نمشي نخدم وما كنجي حتى الليل، وكنجي كنضطر انني خصني نراجع وخصني نقرا بالليل
وهو ما تيبغيش يتصنت وما تيبغيش يقرا، بعض المرات يدخل بعض المرات ما تيدخلش، وانا ما تنبغيش الكذوب، انا كنبغي نعلمو شي حاجه سميتها التربيه، وما تنبغيش انه ما يدخلش في الوقت. يعني توصل الى وصلت كاع كاع 8 ولا 7 العشيه الماكسيموم يدخل في الوقيته ديال القرايه، ما كاينش الخروج، ما كاينش اللعب، ما كايناش شي حاجه. هو تيكذب عليا، كانت ما عرفتش واش بكثرت انني قاصحه معاه، ما تنبغيش نبين ليه زعما نضحك معاه بزاف ونبقى نلعب معاه باش انه يتصارع عليا ولا شي حاجه. انا تنبغي نبين ليه بانني انا مسؤوله مني الاب والام، الا دار شي حاجه ماشي هي ديك راه غادي نعاقبه. بيان سو انا ما تنبغيش الكذوب، وما تنبغيش يمشي يدير شي حاجه اللي هي خارج عن نطاق التربيه والنظام والاخلاق ديالنا اللي حنا متربين عليها. يعني الانسان يكون معقول، وكان تيمشي يصلي وهذا، ولكن المشكله القرايه ديما تيدير، ولا تيمشي يدير ليا شي مشكل، ولا يمشي يعاير شي واحد ولا شي حاجه، يكون جالس تيسولو شي واحد ما تيجاوبوش بطريقه مؤدبه. واخا ماشي مشكل تنضربو، ولكن ما عمرو فهمتي، ما عمرو ما قال لي شي حاجه كنضربو شي ضرب اللي هو انا كنعترف انني درت غلط، ولكن ما كاينش شي ام ما كتضربش ولادها، وحيت نحن النساء ماشي بحال الضرب ديالنا. انا لاحظتها ماشي بحال الضرب ديال شي راجل مثلا اللي راه ضرب ولدو، راه تيضربو جوج طرشات صافي، انا تنبقى نضرب حتى تيبان ليا زرك، حتى تيبان ليا صافي طيحت، نقول له موت الا بغيت، ولكن راه ماشي راه كنضربو من فوق خاطري ومن فوق قلبي، حيت انا كنقول الا دوزت عليه هاد المره راه مره اخرى غادي يتمادى يدير اشياء اخرى اللي هي خطيره جدا. وكنت كنخاف منه من يمشي ليا المخدرات ولا يمشي شي حاجه، انا تنحاول ديما نقربو من الجانب الديني باش انه ما يمشيش شي حاجه اللي هي خايبه. تنقول ليه شوف انا كنشوف المنقذ الوحيد ديالي انا الدراسه، وانت كذلك باش تولي راجل، باش واحد النهار لقات في جنبي دوزنا انا وياه شي ذكريات اللي زعما راه مخنعيه، مخوف خبيه، انا ما عمرني ما غنخابي وما عمرني ما غنفوتو، واخا دار شحال من حاجه خايبه في حقي وتيرد ليا الهضره وتيطبني وشحال من حاجه، ولكن انا تنشوف فيه با امي وتنشوف فيه هو ديك الريحه ديال اللي بقات ليا في الدنيا كلها. يعني تنقول انا واخا نخسر العالم كله هو ما نخسروش، كنت كنضربو لي مصلحتو فقط. هو العام اللي فات كنت مريضة مرض مزمن جدا، واضطريت انني درت واحد العملية، وفي ديك الوقيته الناس اللي كانوا كيتشكاو منو الداري هما الدراري اللي كانوا تيجيو يعيطوا عليه، تنقول لهم خويا انا ما غاديش يخرج عندكم، لانني تنعرفهم مدمنين على المخدرات وكيمتهنوا التجارة في المخدرات، تنقول لهم ما بقاش تعيطوا عليه صافي بعدو منه. هو كيمشي عندهم انا بالتخبيه مني انا ما تنكونش حيدش البلاصه الحين اللي ساكنين فيه اونفاس مع الحي ديال هذوك الناس. فهذيك الوقيته اللي انا وقع لي المشكل غادي يمشي عندهم، انا خلاني مريضه كنموت في الدار في الايام ديال العيد الكبير، ومشى غادي يصيفط لي هذيك السيده اللي انا ما تنهضرش معاها وتنعرف عندها سمعه خايبه وشحال من حاجه، غادي يصيفطها ليا باش تقول لي عطيني حوايج فلان. قلت لها شنو اين حوايج وشنو بغيتي؟ قالت لي انا بغيت الحوايج ديال الاخ ديالك. قلت لها الا بغيتيهم راه نورمالمون هو اللي غادي يجي ليهم، هو اللي غادي يجي يدي حوايجه، وخويا هذاك ما يمكنش تدخلي بيناتنا. جات دخلت عليا وانا مريضه، انا ما يمكنش ليا غادي نتناقش معاه في ديك الحاله وانا مريضه، دخلت هزيت حوايجو حيت انا كنت عيانه، انا يلاه درت اوبيراسيون دخلت هزيت الحوايج ديالو. ملي هزيت الحوايج انا ما قديتش انا نوض باش انني نتناقش معاها ولا شي حاجه، ملي هزيت هذوك الحوايج فات واحد ساعات المكان مشيت انا للسبيطار. المهم درت الفحوصات اللازمه وداك الشيء عاود اوبيراسيون في نفس في الغدليه ديال داك النهار. مي انا غادي نرجع غادي نلقى هو اشنو دا مشى قلت عندهم وكل شيء، مي تنجنت ولا عليه انا ما تلقاهش، وهو قاصر، هو بعدا ما خصهاش تدخلوا لدارها وهو قاصر، هذيك داك الشيء ماشي قانوني، خصها تعرف هذاك الولد منين جا عاد يدخل عندها لدارها قانونيا، ما خصهاش تقبلو، يعني على الاقل تجي عندي انا، هي دارت امور اللي هي غير قانونيه. قلت انا مادام انه الصيف خليه حتى الدخول المدرسي غنتفاهم معاه مزيان. مني جا الدخول المدرسي مشيت عنده باش نجيبو، يعني انا اللي ضحيت، انا اللي كبرت، انا اللي قريت، انا اللي ربيت، ما خليت ما درت على قبله. في الاخر غادي يخرج عندي بدون احترام وبدون ادب وما يحترمنيش وتيسبني وخرج يضرب بالحجر، يعني هو قاصر انا ما ديتهاش فيه، انا قلت شوف ما عندوش عقل عمرو ليه راسو، هما الوقيته هما اللي كانوا كيتشكاو منه، الوقيته اللي انا تخاصمت انا وياه هما لقاو فرصه وحتضنوا عندهم باش يعمروه مزيان، حيت انا هما عارفيني انا ما عمرني ما كنت كنبغي نخلي خويا يمشي عندهم، حيت انا عارفه هذوك الناس كيديروا امور ليا غير قانونيه وضد ما هو اخلاقي.
وضحيت بعمري انا اللي بقى فيا الحال، يا ضحيت بعمري وضحيت بقرايتي وداك الشيء كامل راه واجب، ولكن هو تنقول انا مسامحه ومشاف ضحى الاسره اللي كانت كدور بيني وبينه، يعني شي اسره يعني اي اسره فيها اسرار، اي بيت قال لك البيوت اسرار كما يقول بعض، يعني كيقول المثال البيوت اسرار، اي بيت فيها اسرار فيها ناسها فيها افرادها. فضح داك الشيء كامل وبقى فيا الحال وبكيت وما جاش عندي فاش مرات ودست من ام من ظروف لي هي صعيبه بزاف، وكانوا عندي امتحانات ديال لي صوف تخربقت لدرجة أنهم أزوا لي البيسي ديالي ولاد هذيك السيدة، أزوا لي الكمبيوتر ديالي ونكروا هذا الشيء نكروه، ومع العلم كان فيه البروجي تفندي تتصور معايا أنت على عام كله وأنا كنكتب، والبروجي اللي كنت غادي تخديته بوحدي وكان صعيب وما اعترفوش، ومع ذلك بقوا تيعمروا فيه. مهم اللي جيت طلبت معاه طلبت انني يصطلح معايا 8 د المرات وانا كنهضر معاه، هما عمرو ليا راسو مزيان تكرهني، ولكن انا واحد الحاجه كنعترف بها عرفت حيتاش انا كنت قاسحه معاه، انا يعني حنينه فيه اللي بغاها كنوفرها لي كيف ما بغات تكون، اي حاجه اللي زعما طيح لك في بالك اخويا بدر بغاها كنجيبها له، واخا نعرف شتي بعض المرات كنسمح في راسي وكنمشي نجيب ليه هو ونكسيه وندير شحال من حاجه على قبله، يعني لدرجة أنني بعض المرات كنت كسانة مرة في العام وكسانة أخويا 6 المرات في العام، وكنت درت المستحيل على قبله. فالأخر غادي يقول لي أنا مع عمرك ما درتي شي حاجة على قبلي، ولكن أنا تنقول ماشي مشكل، هو ما عندوش العقل، هو باقي صغير وخصتي غادي يرد لي عقله، لأنه هو دابا باقي كيتعتبر في المرحلة ديال لادوليسون، في المرحلة ديال أنه مراهق وخا 17 عام، ولكن راه مراهق، راه مازال ما عندوش العقل، مازال ما عندوش ديك القوة وداك النمو الكامل، رغم انني انا كنت طفلة وتحملت واحد المسؤولية اللي زعما فهمتي اللي كبر مني، ولكن واحد الحاجة اللي انا تنقولها هو راه خدر هاد الشيء كامل، انا راه مسامحه دنيا واخره وما نقدرش نفرط فيه وما نقدرش نعيش بلا بي، واخا يدير اللي دار فهمتي، وانا محتاجه الناس، انا ما بغيت لا ما هو مادي ولا حتى شي حاجه، بغيت غير اللي يدخل انه غير يرجع ليا خويا شي دابا هاد اللحظه غير يرجع ليا، واخا انه في ديك المدينه انا ما بقيتش في نفس المدينه حيت كنظن نبكي لدرجه شتي الحوايج والفراش اللي كان عندي بعتو، حيت كنبقى نتفكر الذكريات اي حاجه ديالي انا واي حاجه في ديك الدار راه كان معايا نهار شريتها، يعني كان معايا هو نهار شريتها، اي حاجه كانت عندي في حوايجي انا كان معايا هو، يعني هو بالنسبه ليا صديق وام واخت واب وكل شيء فهمتي، يعني الام ديالو ليا ولدته ما عمرها ما سولات فيه، انا تنقول هذاك ولدي هذاك ولدي ماشي حتى خويا، يعني تنعتبره بحال ولدي، تنخاف عليه تصور معايا الا تعطل شي بلاصه تقول صافي قتلوا شي واحد ولا شي حاجه، كنخاف عليه بزاف لواحد الدرجه اللي ما عمرني انا بعدا كنشوف الامهات كيخليو ولادهم يخرجوا ويديروا، انا خويا يغيب عليا 5 دقائق نبقى نرجف كنمشي بعد المرات تعطل غير في المدرسه كنمشي كنبقى نجري ونبقى نبكي تنقول ما يمكنش خويا تعطل لهاد الدرجه. انا دابا المشكل مؤخرا في رمضان مشيت نطلبو انا بوحدي، مشيت عنده تحنيت لي على رجلي اخويا بدر، قلت لي خويا الا سخيتي بيا انت انا راه ما نسخش بك، انا الدنيا كلها يعني كلها من عرفتي، واخا يكون عندي مال الدنيا ما عمرني حياتي كلها يعني غادي نفرح ولا غادي نكون سعيده، قلت لي واخا تولد لي امي 10 الولاد واحدين اخرين الا ما كنتيش انت راه ما كاين والو في الدنيا، حيت انا اللي ربيت وانا ما قدرتش نسمح فيه لدرجات كيجيوني فرص الزواج وكنرفض، حيت ما نقدرش نخليه هو ونمشي انا نبني حياه واحده اخرى وهو عايش في قنت وما نعرف واش واكل ولا شرب، وحق الله العظيم وربي اللي شاهد عليا، الا انا دابا حاليا كنحط الماكله كنبقى نفكر فيه غير هو، تنبقى نقول واش واكل واش شارب واش ناعس واش لابس واش فهمتي، يعني كيبقى فيا حيت هو ما عندوش العقل، هما لقيت اللي كان المشكل بيني وبينه ندخلوا هذوك الناس اللي ما بغيتش انا خويا يتعاشر معاهم، حيت هما ناس ما عندهم لا اخلاق ولا دين وما تيخافوش الله، احتضنوا عندهم وعمروا ليه راسو مزيان تكبر المشكل بيني وبينه، مشيت عندو شنو يدير معاهم ذوك الناس اشنو تيدير معاهم كيمشي كيخدم حيت هو عندهم على انفورماتيك مزيان،
كيمشي كيخدم 100 درهم بعض المرات في النهار ولا شي حاجه، حيت هو عنده مع الانفورماتيك هو انتيليجون. ملي سجل دوك الفلوس شنو تيدير، شنو تيدير بهم؟ تيمشي تيعطيوهم لهذيك السيده باش تمشي تقبل حشيش وتكمي، وقالت كتكمي قدام ولادها وكتنتهم الطهاره امام اولادها. ولادها عندها واحد قاصر عنده 17 عام ديجا مشى لاصلاحيات ديال السجن، وعندها الكبير على ما اظن عنده شي 21 سنه حتى هو كان في السجن. يعني فهمت يعني عادي عندهم يكميو الام دير داك الشيء ولادها يسمعهم. حاليا من دخول المدرسه هو معاهم، انا مستعده نمشي نكري ليه دار من غدا بوحدو ويكمل العام ديالو وينتقل عندي لهذا المدينه. انا غادي نكري ليه ماشي مشكل، انا كنت خدامه قبل رمضان ولكن دابا وقفت الخدمه حيت رمضان وهذا كل شيء. انا مازال كنقرا هذا العام، عندي سيرك الماستر في قانون الاعمال دغوا دي زافير، وكنت خديت ليسونس دغوا فرونسي. يعني انا مستعده نمشي نكري ليه من غدا في هذيك المدينه بوحدو ولكن يكمل قرايته، ما بغاش يجي. انا بغيت بيتو يدير شي ديبلوم ولا شي حاجه حيت هو دماغه ماشي في القرايه. انا تنعرف خويا مزيان، بغيتي نعيطو ليه؟ ما كرهتش تعيط ليه، عرفتي بغيتو غير يرجع ليا. عطيني الرقم ديالو، صيفط عليا دابا. 06 لا 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 ما شفتيش في اللايف. لا صافي واخا كلشي يصدق مصوني عليك. صافي باردون سمح لي، نسيت بلي حنا اونلاين. انا غادي نسيت لك الميساج قليب، كلشي بقيت قليب هكا. اي 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 نتمنوا من عند الله، نتمنى والله عرفتي نتمنى ان شاء الله انني نخرج من هذا اللايف وتكون شي نتيجه زوينه. انا ما كرهتش خويا شتي كيف ما كان، شتي ولو يكون دابا دخلوا لهذاك العالم ديال المخدرات. المهم غير ارجع ليا، انا مستعده نوقف معاه حيتاش انا ما يمكنش ليا نجي تلخر ونخليه. ولكن انت كنتي قاسيه شويه باش نكونوا واضحين. انا كنت شوف، انا كنت قاسيه جدا حيتاش انا فهمتي مني الام والاب، يعني ما بغيتوش يتظهر بزاف باش انه يمشي يدير شي حوايج اللي هما ماشي تاليه. يعني انا كنت نقول ليه شوف المعقول ما بغيتوش يمشي تاليه. هذه سميتو؟ هذيك هي سميتو. واخا انا نتصل به يا ربي، كنتمنى من الله خير. نتصل به ونعيط لك. واخا صافي واخا. يلا الاخوان كلشي يدير بارطاجي. يا رب الو الو السلام عليكم. شكون معايا؟ خويا صافا لاباس عليك؟ الله يحفظك اخويا. واش راك مبروكه باش ما كتمنى؟ الله يبارك فيك. معك بدر الهلالي، ما عرفتش عرفتيني ولا لا؟ ايه عرفتي بعدا؟ شكون؟ عرفتك اخويا. كي داير لاباس عليك؟ هو هذا كي داير مع الصحه؟ كلشي مزيان. الله يحن عليك خويا. نهار كبير هذا حيت هضرنا معك. الله يكبر بيك. ياك مغلبك رمضان، بعدا راك لايف معنا واخا؟ واش؟ راك معنا في اللايف. اشوي ايه. تقدر تعطيني شي سميه اخرى من غير سميتك؟ انا سميتي عيسى. واخا ممكن نعيطوك شي سميه اخرى تكون حسن؟ عيط لي عبد الله محمد اللي بالك. مرحبا اخويا، نعيطولك محمد حسن. ايه محمد سير خويا محمد. دابا انت راك معايا في اللايف، وكاينين شي ناس اللي عيطوا اليوم. انت عزيز عليهم بزاف وكيبغيوك بزاف وبكاو على قبلك وتوحشوك. عرفتي شكون؟ عرفتي شكون؟ ياك ما عرفت شكون. شي ناس توحشوك بزاف و تيبغيوك بزاف، ما عرفتيش شكون؟ يقدر يكون مصوني علينا، بغى يهضر معاك. لا ما عرفتش، لا ما عرفتش. قريب لك، انا نزيد نقول لك راه قريب لك بزاف وبزاف وبزاف. صافي عرفت شكون. عرفت شكون؟ ياك ما اختي هي هذيك. خويا محمد ايه، انا عرفنا القصه ديالك وسمعت بالقصه ديالك. ممكن تمشي شي بلاصه بعدا تسمعني غير بوحدك الا كان ممكن؟ انا كنسمعك بوحدك. راه غنجي لحوم. لا 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 راه حنا في اللايف. لا 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 حنا في لايف معنا والدين والاخر. لا محمد
راه واحد البارا وساو قطع خويا هذه من الفيديو مالك كنت في لايف. نعم اخويا كمل كمل ما تسمعكش كمل هكا سمع واخا. فعرفنا القصه وسمعنا القصه ولكن عرفنا بان بانك حاليا راك معيش مع اختك واختك توحشاتك بزاف وانت هو خوها وانت هو الراجل ديالها كما تنقولوا راجل ديال الدار وما تخليش ان شي حاجه اللي تدخل بيناتكم وهي راه موحشاك بزاف وانت تعني لها بزاف وهي راه باغاك ترجع معاها وتسكن معاها وتكري لك وتقاد لك كل شيء ولكن راه ما سخاتش بك. الله يحفظك اخويا سكران الله يحن عليك. تبغينا نهضر ندوزوها لك تهضر معاها؟ لا سير ندوي معاها دايما انا. واخا تبغي ترجع معاها؟ حيت الناس هما كاع الناس الوالدين وكاع الناس اللي تيتفرجوا في فيسبوك وكلشي تيهضر معاك تيقول لك اولدي الا كان ممكن هذيك راه اختك وانت هو الراجل ديال الدار. انت هو الراجل. علاش يبقى معايا انا مينيش وانا معاك؟ واخا. الاخوان كلشي ضرب القليب بارطاجي الفيديو الناس اللي عزيزين عليكم وان شاء الله ان شاء الله ما يكون على الخير نتمنوا من عند الله. اي 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 يلا يا اخوان كلشي برك على قريب الصوت سي سي الصوت مبدل. الو وي خويا محمد تسمعني؟ خويا تسمعني دابا مزيان؟ سمعتي شنو قلت ياك؟ سمعتك شنو قلتي لي؟ دابا حاليا انت هو الراجل ديال الدار وانت خوها وباها وكل شيء فيك. اي انت في واحد الظروف اللي نقولوا صعيبه شويه وكانت قاصحه معك حتى هي اعترفت باللي كانت قاصحه معك ولكن كيف ما كان الحال تبقى انت خوها وانت هو كل شيء. وعارفه هاد الهضره هذه زين وحاول ترجع معاها. علاش عارف زعما؟ حيت اختك. عارف حيت اختي ولكن ديك الهضره فهمتي راه دويت معاه انا دويت معاه فهمتي قلت لها بلا ما نبقاو نزبدو في لاستيك وشحال من حاجه قلت لها انايا ما غاديش نرجع معاك قلت لها الهضره راه بيناتنا راه ديما كندوي معاها هي سولت تجاوبك. ولكن علاش ما ترجعش معاها؟ ما بغيتش وصافي. ضروري يكون شي سبب. هذا السبب الوحيد اللي كاين هو انني ما بغيتش. واش حيت كانت قاصحة معاك في واحد الفترة؟ لا لا ماشي على ديك الهضرة علاش تكون قاصحة معايا؟ حيت هي اعترفت قالت لك ما كنتش قاصحة مع خويا ولكن رانا راك تنخاف عليه وتنبغي انا وخويا. بنادم بنادم كل شو شو اسمع اسمع نهضر معاك بنادم كلشي كيكون قاصح ماشي ها واحد. صافي بنادم راه عادي يكون قاصح راه بنادم اللي كيكون قاصح معاك صافي مشات الايام وجات الايام وقاعد اللي كدوز على راسك كتخلي لها طراس وهاني فهمتي. ضروري يكون شي سبب اللي غيخليك بانك صحيتي على الدرجه كاين شي حاجه اللي ضارك. علاش راك صاح بقى معايا واحد دقيقه وانا معاك. اخوان كلشي درت قليب كلشي برك على قليل نتمناو يرجع معها خوها. هي باغا خوها صراحة ما الو خويا باغ وي خويا تسمعني تسمعك كتسمعني تسمعك تسمعك كيفاش دابا؟ كمل انت اللي كنتي تتهضر تقول شي حاجة تقول انا هي باغا قدام الناس وتتبكي قدام الناس كاملين والناس تا هما قالوا لك ما كرهتش ترجع مع اختك وما تخليش شي حاجة تدخل بيناتكم. تمر او دابا انا كل ما باش ندوي معاه كاع ما ندوي معاه ولكن تلاقيت معاه وهضرت معاه هضرت معاه صحاب مره وهادي وديما كنجاوب في التليفون فهمتي باش باش ما نبقاوش باش ما نكثروش الهضره وما كثروش عليك حتى انت الله يجزيك بالخير. لا لا بلاكس 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 قلت لك انا شنو كاين؟ قلت لك شنو كاين؟ قلت لك انا بعدا ما غاديش فهمتي ما راه ماشي 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 ما بغيتش ترجع عندها هي كتبقى اختي ياك انا بحال قلتي ماشي ما مرتاحش معاه انا عادي مرتاح داوي معاه في التليفون كنجاوبها كنعطيها وقت ملي ما كنعطاش وقت راه عارفه شنو كاين انا خدام دابا يلاه ساليت الخدمه صونيتي ليا يلاه خرج من المحل ديال
ديال الحوايج يلاه سديت وباغي نمشي للدار فونيتي ليا خرج للدار خرج من الدار بغيت ندوي معاك هي تقول لك شنو كاين وضروري يكون شي سبب ما يمكنش غنتقص حيتي بحال كان جيتي نقاص شويه ما يمكنش غادي علاش نقاص علاش ما بغيتش تهضر معاها غير هكا هي لا كون ما باش كون كنت قاصح ما باش نهضر معاها هكا ما نجاوبها في التليفون يوم لا ماشي انت ما بغيتش تكون معاها غير هكا فهمتي اختك راه باغاك تكون معاها راه انت هو بحال حتى نقولوا هي باش مغطيها بيك انت كلشي صافي شي هي واش عندها بنتها واش عندها بنتها ما عرفتش مهم هي اللي كانت هي مزوجه وعندها بنتها راه عايشه بخير انا ليش بلاش بلاش سمعتيني قلت لك اخويا ما اها قلت لك تكون بغات كون كان هكاك هي عايشه حياتها بخير خدامه خدمتها انا في كجانب اخر كنبقى خوها فهمتي هي مزوجه والدة بنية ديالها الله يخلي عليها والله يدوم عسرتهم هي وراجلها انا بحال قلتي انا كندوم معاها انا عادي انا دوم معاها تنجاوبها شحال من حاجه ما عمرني زعما الا ما جاوبتهاش راه هي عارفه شنو كاين راه ديك الخدمه وهادي ما تنساليش القرايه كنجي كنجي شويه هاد الحفاظه وهادي كنمشي للخدمه نيشان هي بغاتك تقرا وبغيتك تكون حداها وتتعتبرك قالت لي انا ما تعتبروش خويا تنعتبرو بحال ولدي وتنبغيه وقالت لي انا امنيتي غير تجلس معاها وتكون معاها ديما قلت لي انا تنخاف عليك وهو عارف بان هي تتخاف عليك انا نهار جلست معاها ها شحال وانا جلست معاها 3 سنين ولا ما عرفت شحال 3 سنين ولا 4 سنين ولا نفطري كاع 10 سنين اسمعوا انا شحال وانا جلست معاها عادي شنو وقع والو وقع مش كي صافي تفارقنا مشات عاش حياتها وانا دابا عايش فهمتي ليش باغي نبقاو دابا نكثر في الهضره هي عارفه شنو دايره وهادي واخا انا تنظن حتى عندك شي حاجه اخرى ضرك لي ما قايلهاش لان ما يمكنش تكون غير هكا اش راك كون شي حاجه كون قلتها لك انا كون كانت شي حاجه كاع ما كثر معاك الهضره انا كون قطعتك قبيله افهمني اش بغيت نوصل لك دابا انا عطاتك وقت ودويت ما قلت لك شنو كاين واخا عندي واحد الحاجه اخيره لك الممكنه محمد هي باغا تهضر معاك مرحبا بك اخويا دوي بغات تهضر معاك وتقول لك شي حاجه قدام الناس ممكن ندوزها لك انا كنسمع اخويا انا ندوزها لك الا كان ممكن سي اخو هي راه طالعه بسميت هيبه واخا ايه هاي غادي تجي هيبه نعم اخوك معنا دابا ياك ايه واخا شنو تبغي تقولي ليه قدام الناس كاملين هو قال لك ما بغاش يرجع انا باغا نقول لك قدام الناس كاملين انا ضربتك انا الغلط الوحيد اللي كنت كندير انا كنت كنضربك ولكن كنت بغيتك باش تطلع راجل قاصح وباش ما يضحك عليك حتى شي واحد وباش ما تمشيش فشي طريق اللي هي خايبه ولا ما رجعتيش عندي راه الدنيا بلا بك في عينيا راك حلا وما عمرني ما غنعيش بخير حياتي بلا بك راه ما سويت حتى شي حاجه راه ما عنديش في الدنيا من غيرك عافاك اخويا محمد اخويا كنسمع هي بصراحه انا حسيت بها صادقه كلمتها بها انها تبغيك بزاف اسمعها عارف لك واخا يوقع اللي وقع الواحد فاش تعرفو فقدت تعرفو تيبغيك هي غيطلع قدام العالم كامل ويقول لك انا ما بغيت والو باغي خويا ممكن تقولنا باغي شي واحد ولكن هي بغاتك انت وطالع قدام هاد الناس كاملين هاد الالاف ديال الناس باش تقولها لك راه ما سهلاش وتما انا دابا باش قلت لك انا دابا انا قلت لك شنو كاين انا ما فهمتي ما كذبتش عليك قلت لك داكشي اللي كاين فهمتي باش هي ما تقاش تقتسنى بدل ما تقاش منصوره عافاك اخويا مقصره هنا فهمتي نقول لها حكا راه غنجي وما غن وانا ندير في راسي ما غنجيش فهمتي قلت لها شنو كاين هبه حسيت بيه بانه هو عنده شي حاجه ضاره ما بغاش يقولها انا حاسس بيه بانه عنده شي حاجه بصحه انا شوف انا مستعده ندير اي حاجه انا واحد الحاجه كنعترف بها قدام كاع المغاربه وكاع الناس اللي كتصنط بيا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن وفين ما كانوا انا خويا كنت قاسيه عليه حيت كنت كنضربو تنقول ليه ما خصوش يكذب عليا وكنت بغيتو يقرا مزيان وهو ما كانش باغي شي حاجه تفيد على القرايه
يعني هذوك الناس اللي جالس معاهم دابا يلا 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 عرفهم يعني ماشي عاد يعني ماشي شحال من عام، ولكن انا راني ربيت وكبرت وكنت كنشوف ورتي كبر قدام عيني يعني واخا تعطاني الدنيا كلها هو ما عمري ما غنعيش سعيده. انا غلطت، انا ضربته وغلطت وحيت كنت كنقول ليه هضره قاصحه باش يجمع راسه باش يتقصح كيما انا قطعت وتعلمت المسؤولية وأنا صغيرة، وهو عارف هاد الشيء وأنا داك الشيء واجب حيت أمانة ديال با الله يرحمه هو الأخ ديالي الصغير هو الأمانة ديال با، يعني ما يمكنش لي نفرط فيها. ولكن أنا يعني أي واحد راه كيغلط أي ما كاينش شي أم ما كتضربش ولادها، وما كنتش كنخلي يخرج حيت كنت كنخاف شي واحد حيت كنشوف شحال من واحد أبسط مثال على ذلك شحال من واحد مثلا قتلوا شي واحد صاحبه ولا شي حاجة. وأبسط مثال قصة ديال سامي بناني يعني شوف مشى مع صحابه وأنا ما بقيتش كنتق يعني شوف ديك المرأة كي ولات أنت مكثرة الخوف ديالك عليه كنتي تتقصي بزاف وقصحتي بزاف معاه لدرجة أنه مل من داك القصوحية اللي كنتي تتقصحي معاه بزاف وطلع عليه داك خنقتيه لدرجة أنك خنقتيه. أنا ما كنتش عارفة هادشي ما عنديش تجربة، يعني هو أول تجربة وأول حاجة في حياتي هو يعني كبر قدام عيني وضحيت بشحال من حاجة أنا قبله، يعني لو كان يقولوا لي الدنيا عطوني فيها أنا الدنيا كلها بدون خويا راه ما عمرني ما غنعيش بخير، ما عندي حتى شي حياة بلا به، حيت دوزت معاه ذكريات زوينة ووقف معايا شحال من مرة يوقف معايا في الأزمات ديالي النفسية اللي كانت تعرض يعني كندوز منهم يعني في الدراسة ومع الأصدقاء والغدر والطعن حيت كاينين الناس اللي زوينين كاينين حتى الناس اللي خايبين وكان تيقول لي فين ما تنبكي كان كيشد لي في يدي تيقول لي أنا تنوعدك ما عمرني ما غادي نخليك. وهما الخوت يعني سولوا راه عندنا خوتنا من با يعني أنا ما نكرتش هاد الشيء وقلت له قدامهم كيشوف وما عمرهم ما جاو يسولوا فينا. هو دابا راه كيتصنت ليا الا كان شي واحد فيهم عمرو جا وسول يقول لي عيسى واش خاصك شي حاجه يقولها ويفضحني قدام الناس. انا ما يعني انا راه بالنسبه ليا راه ما عرفتش شنو ندير على كلوتي. الا قال لي انا كلوتي نعطيها ليه. محمد اخويا بصح انا مكرهتكش انا والله ما كرهتكش حيت بصح تتبغيك والله عارف لي كاين اخويا ولكن فهمتي الحاجه. انا نقول لك واحد الحاجه لاش انا نعطيك واحد المثال تاع الخدمه هذه اللي خدام فيها انت دابا ياك مرتاح فيها الحمد لله مرتاح فيها ياك كل الاراده ديالك ايوا صح. انا دابا كنت مرتاح غادي نرجع معاك اما نكثر انا في الهضره ولا ندوز تف شوف تي في ولا ولكن محمد ولكن هاد الخدمه هادي اللي كانت غادي تجيب لي ضرر لخوتي ولعائلتي ولا كدا غنخليها واخا انا محرجح فيها حيت هما الخوت ما تيتعوضوش بالنسبه لي خصوصا فاش يكون شي واحد تيبغيك بحال هكا عارف اللي كاين. ولكن انا دابا جبت لها شي ضرر فهمتي بالعكس انا فهمتي مخليها عايشه حياتها فهمتي ما كنسطع ما والو كندوي معها في التليفون ما عمرني نخالتها ما عمرني كثر ما بغيت نهضر معاك وهادي هي تكذبني. ولكن اجي نسولك واش عرفتي شنو شي واحد يقول لك خويا نبغيك وبغيتك تكون معايا حتى كنبغيك عندها معنى ديال بوحدها الخا وحده الدنيا محمد ومنين خصك تدير عليك هكا بالعكس يكون المشكل اللي كان راه طلعت قدام الالاف ديال الناس وقالت لك انا بغيك اخويا وبغيتك تكون معايا وتتبكي قدام الالاف ديال الناس راه ما سهلاش. ولينا قلت لي ومالي انا نكرتك راه ماشي اختي. لا احنا عرفناك ما نكرتيش ولكن ممكن تراجع الامور وتقدر تنازل شويه انت ومالي انا متناكل كل ما باش نتنازلك عما نهضر معاه راه قلت لك هاد الهضره صحاله من مره. شوف احنا ماشي نهضروش على الهضره انك تكون معاها وترجع مع اختك. لا قالت لك على تكري لك وتكون غير جنبك. تكري لي انا ما بيش من انا اسمع نهضر معاك انا ما بيش من والو انا واش تنهضر معاها صافي انا درت انا عارفك شوف خويا انا عارفك كتهضر معايا من فوق قلبك حيت ما بغيتيش تهضر معايا يعني داك النهار جيت عندك حضرت لك على رجلي كنبوسهم ليك قلت لك شوف عافاك اخويا وانت دورتي وجهك شوف انت الا سخيتي بيا انا راه ما سخيتش بيك انا انت يا هو ولدي انت راه ماشي اخ بالنسبه لي انت راه ولدي
باش تولي راجل. ما كنتش نبغي نعلمك الهضره ديال العيالات ونبقى حاضره الراس ونخليك دير اي حاجه بغيتي يعني باش انت تعرف شنو هي الحياه يعني. بغيتك انا ترتاح وتولي يعني تولي راجل وتعول على راسك وتكون في المستوى ما ديرش حاجه اللي هي خارج عن القانون ولا الاراده ولا شي حاجه. راه في انا خويا ما يجي ويكمي قدامك ويدير شحال من حاجه ونعني لك الراس ونجي وندخل شي واحد، ولكن انا راه تنجب داكشي ما عندكش فيه مصلحه. يعني انا بغيتك تعيش راجل وتموت راجل، يعني ما بغيتش لك شي مضره ولا شي حاجه. وتشري دابا محمد اخويا اللي فهمت من هضرتها هي بصح قصحت معاك، ولكن قالك اه انا قصحت، ولكن ماشي قصحت لان كنكرهك ولا انا قصحت باش كنبغيك وباش تكون احسن واحد. بعد مرات انا دابا ما قلت لها تفضل، انا دابا راه ما قلت لها والو، قلت لها سوقي، قلت لها انايا راه شوف هو فهمتي، واخا نبقى نعاود لك في هذه الهضره هذه، راه انا قلت لها شنو كاين، راه تنجاوبك بشحال من حاجه وانا مرتاح، وانا هاد البلاصه هاد البلاصه اللي عايش فيها انا دابا مرتاح فهمتي، ما خاصني حتى شي حاجه وشحال من حاجه فهمتي. واخا وهي ما تتهمكش اللي انا ما مرتاحش. شوف اخويا بدر سمح لي وخفف، اسمح لي نسولو هذا السؤال اللي عندي مهم. انت مرتاح وهي زعما انا مرتاح هاد وهي ما بقاتش فيك لان ما مرتاحاش، هي زايد ناقص. هي انا يا ماس كانت كتضربني واش هي كانت مرتاحه؟ قالت لك كانت مرتاحه. كنت مرتاحه هي قالت لك انا كنت تفلق قبل ما نعيطوا لك، قالت لك انا كنت قاسيه معاه، ولكن ما والله فاش نقيسو الا كان قلبي تيضرني. وانت انت قول لها تحس دابا بداك الشيء اللي كان كاع داك العصا كامل، وصافي باقي فيا الضرابي، باقي فيا شحال من حاجه كنشوف داك الحوايج في حوايجي فهمتي، ما كنحمش كنشوف دوك الحوايج صافي كنكره الدنيا وما فيها. واخا ولكن تقدر تهضرها شويه يمكن، حيت تخاف كثر كانت تخاف عليك، يمكن حيت كانت تخاف عليك. شنو هو؟ حيت كانت تخاف عليك. لا دابا بنادم اللي كيخاف عليك واش كيضربك؟ ولكن هي ما كنتش مازال صغيره وما كانتش فاهمه والو، هي من كثره الخوف بعض المرات يديرنا غلط. دابا صافي اللي وقع وقع دابا. ها انت قلتيها اللي وقع وقع، ولكن باش واحد انا شوف نقول لك واحد الحاجه، راه ممكن تبدل صحابك تبدل العالم وما فيه، ولكن راه عمرك تبدل خوتك تتبقى اختك. كانت قاسيه ولكن هذاك كاع داك العنف اللي دارت لك راه طلعت اليوم قدام الناس كاملين وقالت لك راني كنت تنبغيك ومازال تنبغيك وما ساخياش بك. وانا نقول لك الهضره قلتها ليها قلتها ليها قلتها ليها في التليفون وقلتها ليها قدامها، وقلت لها انا مسامحك على داك الشيء كامل، كنرجع معاك راه ما غاديش نرجع، ما غاديش نرجع داك 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 السيد اللي كان شحال هذه فهمتي. شوف شوف انا نقول لك واحد الحاجه، الهضره ما عندها ما دير ليا انا، الا ما شفتكش قدام عينيا انا راه الحياه ما عندي حتى شي حاجه. ونقول لك واحد الحاجه، فهاد الفتره اللي تفرقنا فيها انا تنحط راسي على المخده، اقسم بالله لا اله الا الله وهضره ما دار، اقسم بالله اقسم بالله ما عمري ما حطيت راسي على المخده وما بكيتش وما فكرتش فيه، ما عمرني ما عمرني كل انا وانا الا ما رجعتيش معايا، انا الا ما رجعتيش معايا نموت، نموت ليا فضل، نموت فضل ليا من الحياه ديالي، نموت فضل ليا من الحياه، حيت ما بقاتش عندي حياه بلا بك، الحياه بلا بك ما بقاتش عندي. محمد صعيب اللي تلقى اللي يدير لك بحال هكا، والله نصيحه صعيب اللي تلقى اللي يدير عليك هكا ويخاف عليك هكا ويبغيك حتى لهاد الدرجه، راه صعيب تلقى. حاول معاه حاول اصبر حاول معاه. انا شوف شوف قلت لك داك الشيء اللي كاين بلا ما نقول نطرف الهضره، قلت لك شنو كاين انايا مال الاول، قلت لك انايا التليفون بيناتنا انا وياها وكن نرجع راه ما غاديش نرجع. شنو تقولي لي كلمه اخيره اسمع نقول لك، كون كنت انت في بلاصتي راه ماشي غادي غتقصح حتى ديك الهضره، ديك الهضره ما تحملش الدواء، واش في راسك وفي راسك. ولكن يمكن اه يمكن انت عرفت كذابة حيتاش ما عشتيش داكشي اللي عشت، كون عشتي داكشي اللي عشت. انا فهمت بانك دوزات عليك بزاف ديال الحوايج قاصحين، وراه قلت لك راه كاينه شي حاجه قاصحه ومازال ما قلتيهاش لينا، ولكن يمكن يهون هادشي كامل فاش نتاكد بان واحد كان تيدير داكشي حيت يبغيني ويتعرف على الناس ويقول لي انا راه تنبغيك اخويا، وفي هذا الزمان اللي ما بقات لا خا ولا والو
يمكن قلبي يبرد شويه من داك الحقد اللي كان. ودابا انا قلت لي راه سامحت لك وشحال من حاجه فهمتي، وصلت لي الميساج قلت لي انا راه تندوي معاك سمحت لك وشحال من حاجه راه سمحتي ليا بغيت نهضر معاك كامل نهضر معاك كون سمحتي ليا كون رجعتي ليا كل ما كنتش كنبغيك اكثر ودليل على ذلك نهار خرجنا من البلاد ونهار كانت عندي الدراسه انا الوحيده اللي كنت كنثق فيك يعني ديبلاصي شحال من بلاصه على قبلك انت وهذا الشيء ماشي تنقول لك بالجميل هذا الشيء راه كان واجب عليا خصني نديرو هذا الشيء كان واجب خاصني نديرو خصو يبدا يعني انا حيت انا ما كنتش عارفه انا كنت ما كنتش كنصحاب انا كنت كنعتبر العطا هي اللي يعني هي اللي كتقاد حيت انا كريت العطا في صغري ولكن ما حقدتش فعلا نقيت داكشي اللي كليت عليه كان في مصلحتي. واش دابا انا قلت لك انا داكشي اللي كليت على راسي ما لقيتش فيه مصلحه لقيت فيه مصلحتي ولكن انايا هاد البلاصه اللي انا فيها دابا فهمتي عايش واكل شارب ناعس قاري لابس شحال من حاجه مرتاح كون ما كنتش مرتاح غادي نقول لك عندي عندي ولكن هي ما هي ما مرتاحاش باغا خوها راه فهمت غير فهم غير هاد الكلمه هادي انت عرفناك فهمتي انا ممكن يتبدل الامور ممكن يتصلحوا بزاف د الحوايج ممكن داكشي اللي كانت تتعامل معاك راه ما يبقاش انا لجيت تم ما غاديش نبقى مرتاح ولكن ان كاين شي حلول تقدر دير بزاف د الحوايج تطلع فيهم مرتاح بحالاش هاد الحلول هادو ممكن ترجعوا حدا اختك وبعد على الاقل راه فاش تكون مع عائلتك راه ماشي هي بنيتها تكون مع البراني ما نبقاش شوف انت خويا بدر شوف ما نبقاش ندوي ما نبقاش نهضر بيتو بوحدو يدخل اين نشوفو داخل حيت انا في الدنيا كلها راه ما بقى عندي حتى شي واحد راه ما عندي حتى شي واحد اللي غادي نشوف فيه هو راه كلشي هو راه امي باختي كلشي وانا مسامحه على كلشي مسامحه على كلشي هو خصو غير يرجع بيتو بوحدو كلشي بوحدو انا ما بقيتش كاع ندوي قدامكم انا كنقولها حتى الناس في لي كومونتير كاع الناس اللي تيتفرجوا في هذه الحلقه كاملين تيهضروا معاك محمد كنسمعك كاع الناس اللي في لي كومونتير كلشي تيقول لك اختك رجع مع اختك حتى الناس الامهات كلشي انا قلت لك شنو عافاك اخويا ما تضيعنيش معاك عافاك اخويا ما تضيعنيش معاك عيدي لا مسكين عمرني ما غنعيش بخير عافاك اخويا الله يحفظك فاش مضيعك انا ما مضيعك في والو انا قلت لك شنو كان قلت لك ما مرتاحش معاك ما بغيتش نعيش معاك هيبة كلمة أخيرة كلمة أخيرة ليه هو انا اخويا مسامحك الدنيا واخره غير هو اخويا يقدر العام الجاي رمضان انا كنوعدك بهذا الشيء وكنقول لك حيت انا عارفه راسي باش كنحس يقدر ما بقيتيش غادي تشوفو جاي مره اخرى وانا تنقول عليك حيت انا متاكده وكنقولها قدام المغاربه كاملين حيت قلت لك حياتي بلا بك راه ما تسوى حتى شي حاجه وما عمري ما غنعيش بلا بك حيت انت بالنسبه لي كنعتبرك منتي وماشي خويا انا راني مسامحك الدنيا واخره على اي حاجه مسامحك عليها وراني كنبغيك بزاف والله محمد كنسمعك اخويا نتمنى فاش يسالي نسالي معاك دخل قرا لي كومونتير ولا دخل تفرج في الحلقه منين تسالي وقرا لي كومونتير الناس محمد واه كنسمعك اخويا هذا اخر قرار صافي اخر قرار ديالك اخر قرار ما تبغيش تقول لها والو والو نتمنى من الله شي نهار شي نهار انك ترجع مع اختك نتمنى انك تفكر نتمنى انك تفكر وغير تفكر مني غير كلمه واحده صعيب تلقى تلقاها في هذا الزمان يدير عليك هكا يمكن هاد الناس هادو كاملين الامهات والاباء كبر يعني كبر منك وفايتينك في التجربه في هذا الزمان هذا في هذا الزمان صعيب اللي تلقاه يدير عليك هكا ويطلع قدام الناس ويقول لك راه تنبغيك اخويا شكرا لك محمد لانك شاركت معنا بقاش فيا صراحة والله إلا بقاش فيا الكذوب على الله حرام بقاش فيا بقاش فيا والله إلا بقاش فيا ألو السلام عليكم ما عرفت شنو نقول لك هيبة والله ما عرفت شنو نقول لك كنحس والله العظيم الا كنحس بحال واحد طرف من كبدتي
ضايعه عليا ولا بعيده عليا، كنحس بشي حاجه ماشي هي هذه. كنحس ما عرفتش، واحد الاحساس اللي هو غريب جدا وهو سخبيا. انا ما سقيتش به، انا راه هو عينيا. نقول شنو وقع ليه، نقول شنو وقع ليه بالضبط. بحال شي واحد كان مربط من كل شيء، ولكن نهار تطلق لقى الحريه ديال كل شيء، عنده الحريه ديال كل شيء. وفاش تقول ليه رجع، حكى انا غادي نرجع نعاود نربطك، غنرجع غادي نعاود نسجنك. فصعيب ان الانسان، وخصوصا هو في واحد الفتره اللي ماشي ناضج، هو راه مازال في فتره المراهقه، ما غيبان ليه شي كاع اللي تقولي ورجعيه ودير وفعل وترك. هو غير ديك غتجيه كبير، علاش قالت لي علاش قالت لي؟ لان التفكير ديال المراهق ماشي هو التفكير ديال واحد ناضج. يمكن كنتي قاسيه عليه شويه والله. وحنا فهمناك. شوف حنا كحنا الناس اللي كبار والناس اللي تيتفرجوا كلشي فهمك، فهم بانك غلطتي، ما نكذبوش على الله، غلطتي بانك كنتي قاسيه، اي حاجه تضربيها عليها تقصي عليه. ولكن حنا فاهمين انك كنتي جاي ديري داك الشيء خوف، واش كان تيشفع عليك بان داك الشيء خوف وما يخليش لدرجه انه يحقد عليك؟ حنا ككبار وكناس عاقلين متفقين ونقدروا نقولوا ليه خاصو يسامحك، ولكن العقل ديالنا راه ماشي هو عقله. عقله هو انسان مراهق تيقول بانني تربطت، ضيعت حياتي، حاليا انا خدام بفلوسي، غنعتمد على راسي وعايش في واحد الحاجه اللي باغيها، ندخل فوق ما بغيت، نخرج فوق ما بغيت، علاش غادي يرجعني لذاك الحبس؟ فهمت يا هبه؟ ولكن ما تيعنيش بان الانسان ممكن شي يتغير، ممكن في هذه الوقيته ساعه غضب، ممكن هو طالع عليه الدم ساعه غضب، وممكن انه يوقع في الكيسر ويجي عندك، ممكن، حيت الحياه هي هذه. نهار تنطيحو تنبغيو نمشيو عند اقرب الناس اللي لينا اللي تيبغيونا ونقولوا لهم محتاجين ليكم. مهما كانت القوه ديال الواحد، نهار تيترس تيبغي دوك يرجع عندك الناس اللي تيبغيهم وتيبغيوه. هبه انا نعاود نقول لك ما تفقديش الامل، حيت اليوم جات في اللايف وما وافقش. مي انا عندي احساس انه واحد المره غادي يرجع حسن. نتمنوا ان شاء الله خير. انا ولكن بصراحه حيت كنعرفو مزيان هو، يعني شحال من مره كاع كيسبني في الدار ولا كيدير شي حاجه ما كيجيش يطلب مني السماحه، يعني هو معروف عليه قاصح بزاف. ولكن انا زعما الحالات اللي انا كنت كنضربو هي بحال بعض المرات انا كنمشي كنضرب تما كتجيني برقيه من مثلا المؤسسه ديالو ما تخلي مده 3 اشهر، راه يستحيل انني ما نضربوش، يعني راه كتجيني صعيبه ديك الصدمه. نتمنوا دابا اللي كتجي تفرج في هذا اللايف هذا، نتمنى منك تعاود تراجع راسك، ونتمنى لانه غادي يكونوا صحابو معاه الا كانوا صحاب بالصح، حيت انا جوج واخا يكون تيتفرجوا هو صحابو، الا كانوا جوج صحاب ديال بالصح خليه يرجع مع اختو، خليه يرجع وشجعو وقولوا ليه كون مع اختك، حيت انتم كل واحد عندكم عائله ديالكم، فهو عنده غير اختو، نتمنى انه يرجع معاه. هبه نعم، نتمنى تعيطي لي وتقولي لي هو دايره معايا ان شاء الله قريبا. ان شاء الله نتمنى، وان شاء الله خير الخير وفيما اختاره الله، ما عندنا ما نديرو. والله يفاجئ عليك. الله يجازيك بخير. الله يجازيك بخير. كلشي دايما عافاكم، كلشي يكتب لها شي دعوة. تفضلي. شكرا بزاف، وشكرا للناس اللي كتصنات والناس اللي داخله كتكومونتي وشحال من حاجه، تنقول لهم شكرا بزاف والله يجازيكم بخير ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، والله يدخل عليكم ان شاء الله عيد الفطر ان شاء الله بكل ما هو فرح وسعاده. عندك بنيه ومزوجه ياك؟ لا ما عندي لا بنيه مزوجه، ولكن هو في اللايف قال لك راه عندك بنيتك بنتك ومزوجه. لا انا ما مزوجه، ما عندي بنيه، ما عندي وليد. انا كنت مخطوبه وديك الخطوبه ديالي كنت فسختها لسبب انه داك السيد اللي كان خاطبني ما بغاش ليا الاخ ديالي، وهو راه كان حاضر لهذا الشيء. ولكن هو قالنا دابا، هو راه قالنا راكي مزوجه وعندك بنيتك والله يخلي لك بنتك. لا هذا الشيء ما كاينش، لا ربما سمع شي اشاعه، لا ربما، حيت لانه اخر مره مشيت عنده في رمضان طلبته في بدايه رمضان قال لي مبروك عليك الزواج، قلت لي انا ماشي ممزوجه ما درت حتى شي حاجه، انا باقي كنتابع الدراسه ديالي جوست كمان